صافي بسم الله يلا على بركه الله. يلا الموديل اللي عندنا البنات شنو هو؟ عبايه بالبلي بلا صافي. غادي نوريكم كيفاش نطوي الثوب باش تكون اضافه اخرى الا بغيناها في الظهر. غير هي في الظهر ما كتخيطش هكا بلي بلا، كتخيط بلي خو. هذا الموديل كنديروه للمراه اللي عندها الحوض، اللي ما عندهاش الحوض تخلي مسكينه هكا عادي صافي. المهم انتما الموديل كتشوفوا كي داير مزيان. يلا كميه الثوب شحال البنات؟ جوجونس حتى 3 متر، جوجونس حتى 3 متر. ها هو الوجه ديال الثوب. علاش كنخدم؟ علاش كنخدم البنات؟ على الطول. شوفوا فيا الحاشيه ديال الثوب، شفتوها؟ هذه الحاشيه ديال الثوب. ها هو العرض، هذا هو العرض متر ونص. غادي نتني شحال انا باغا في العرض سيدي رجلي باش ما 3 متر. غادي نتني ليها ابوي دوك الحجرات، دوك الحجرات اللي جبتي هادي منها تقاله ومنها اللي طالع لك الدم في الخ. عليك تهز غير هادي بحال هادي ودوزو على السكوتش، دورو على السكوتش مزيانه مزيان صافي. راه كاينه وحده اخرى هنايا، عطوني البنات مترو غنخدمو بلا مترو. داك المترو الزوينه داك المترو المفركس. اول حاجه غادي نعبر الطول ديالي السيده كتلبس 140، السيده كتلبس 140 ما كنعبرش الحاشيه. نقدر الحاشيه نخليها نديرها ليها في التكفافه في التكفيفه مزيانه. عندي في الطول عندي فيه 147 يعني مزيان. غادي نعبر شحال عندي في العرض؟ عندي 55. نقص شويه، نقصوا معايا البنات جري ربي كلبولي على حجره اخرى راه كاينه تما واحد الخشبه تنطفي يا اسماء بركة ديال هاد الحجر كيزلق. علاش علاش بغيت نجيب حجرة أخرى؟ كاينة بخنشة، كاينة بخنشة. شوفو مزيان هاكا. شوف البنات عندي هنا 49 وعندي هنا 50، ها اللي غنديرو جلال صافي. يلا وغادي نجي لهنايا فين غنخدم تيكس ياك مزيان. شفتو الحجر معقول؟ سير يلا من هنا مناش غنبدا مزيان واضح. يلا زومي هاكاك. يلا شحال كندخلوا البنات؟ 8. شحال كنهبط؟ جوج. وغادي نقوى السيدة عندها 42 في الكتاف، شحال غنحط ليها؟ 21. اش درت؟ قسمت الكتاف على جوج، ما كنزيدش واحد الخياطة. علاش هكا؟ هو تبع انا ود 3 ولا 4 غندير ليها 3 ونص 3 ونص 3 4 ماشي مشكل 3 مزيان. لا حيت شويه غادي يوضع صافي. لا غادي نهبط بارتفاع الامام عندها 42 ها هي. غادي نعاود ندير 42 اخرى هنا ها هي 42. غنحط عليها دوره اش على 4 عندها 119 زائد سنتيم 119 غنقسمها على جوج عطاتني 59 ونص يعني غنخدم ب 60 60 غنقسمها على جوج عطاتني 30 غنخدم ليها ب 33. علاش البنات اللي جاوبتني نشري ليها 33؟ علاش؟ اولا لا بلا مازال ما درناش اولا كليانه اول مره كتخيط عندي ياك وتبارك الله عندها السدر عندها السدر ها ثاني حاجه ثوب طايح شويه ماشي شي ثوب اللي ياسمو والثوب خايب مخنش ماشي شي ثوب اللي خايب ما زوينش كاين الباش. الثوب هذا البنات راه جابتو ليا باش ندير فيه البليات هنايا ياك وبغات الاسمو قلت ليها من الاحسن الا درتي الا انت غتفصلي لها الموديل انت درتي لها الموديل واعر من هاد البسو غتولي ديك الخياطه الله يخليها دار. هي راه شنو راه المشكل فيها؟ هي اولا الفرنطا ماشي ديال داك الموديل، ثانيا الثوب ماشي ديال داك الموديل. وقف من ان شاء الله يسهل لكم الله وتقول دابا راه دابا راه تولي تشدوا الخدمه منين يجي عندك الكليانه واخا تقول لك عطيني الموديل خدمي لها الموديل اللي غيجيها مع فرنطها وديري لها الموديل اللي غيجيها مع ثوبها اللي عندها. تقترحي عليها تقطيعه كتبغي فورما ما تعجبيش المراه يكون عندها السدر، ثاني حاجه ما كتبغيش الثوب يكون واقف صافي. انا خدمت ليها هنا ب 33 اللهم يجيها عريض النقص ليها ولات لبسود وتجي ليها كاليديها. راه زدت ليها هنايا 3 جوج سنتيم واحد الخياطه زائد جوج ديال الخلعه
كي كنقول لكم غادي نطلع لفوق وغندير ليها 33 هكداك ها 33 ها هي عندها في الكتاف عندها في الكتاف 42 42 مقسمة على جوج هي 21 غادي نزيد عليها جوج هي شحال 23 نخدم لها ب 23 اصلا اصلا كتافها كبار الا كانت مثلا الكليانه عندها في الكتاف 22 شحال نزيد لها في التركيز جوج 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 علاش ولا 24 علاش جوج اصلا كتافها كبار ماشي وحده عندها في الكتاف 23 وتنوضي انت دير لها 3 في التركيز لا صافي البنات اخذوا البال غنخدم لها هنايا ب 23 بركه عليها 23 راه فيها الخير والبركه وقت ما كانوا الكتاف كبار كنزيدو غير جوج ازيدي غير جوج باش يجي داكشي متناسق غادي ندير المستطيل ها هو صافي هذا راه كيخدم بلا عبار هذا انا كنزيدو خمسة خمسة وغنقور مزيان كنلعب خمسة كندخل خمسة وكنقور جوج سنتيم غنجي لهنا غندخل بزوج وغنديها لعند هاد النقطة هادي ديال السنتريج غادي نهبط ب 15 غنعاود نجي لهنا غنهبط ب 15 اش غنحط عليها دورة الحوض مقسمة على 4 زائد 1 عندها 127 جيتي مازال ما كاينش الاذان 127 عطاتني 63 اونص يعني 64 64 مقسمة على 2 عطاتني 32 انا غن 35 صافي البنات شحال قلنا كاين عندها 32 ياك 32 ولا 35 نعاود 36 يا ربي حنا كلشي عندنا بعينا ها طنجة هي اللي بغينا نشدو عليها الطريق ولا صويرة ولا ها عندي 64 62 33 33 غادي ندير لها 33 واحد المعلومه نخليها لكم البنات شوفوا ديما الحوض شوف ها شحال عندها عندها 33 ملي غندير ليها بحال هكذا غادي يجيني بحال هنا بحال هنا ياك حنا واحد المعلومه ديما كنقولها لكم دائما الصدر كيكون قل من الحوض جات عندك شي كليانه ما عندهاش الحوض كاع عندها الصدر كبير وعندها الحوض يعني ناقص على الصدر بحال دابا مثلا انا هادي ها حوضها واش غندير ليها هكا غنشوهها غنشوهها بمعنى الكلمه لا بالعكس دائما النقطه ديال الصدر تكون خارجه على النقطه ديال الحوض النقطه ديال الحوض تكون خارجه على النقطه ديال الصدر سواء عندها ولا ما عندهاش صافي كانت كليانه مثلا عندها صدر صغير وعندها الحوض تبارك الله اصلا هي يعني عامره يعني سنتريه هاد جوج هادي راه ما كنديرهاش ليها هاد جوج لمن كنديرها كنديرها لشي كليانه اللي عندها تقريبا ما عندهاش ليهمش كبارين ما عندهاش ليهمش داكشي علاش كندخل هنا غير باش نبين ليها ديك الفورما وملي كتكون شي وحده ضيجه عندها التحت كبير وعندها الفوق القياس راه هاد جوج هادي راه كتانولا علاش الا جيت ها ما كديري والو ما كتدخليش ليها بجوج نهائيا الا شوفي ها الا دخلتي بجوج الا دخلتي بجوج ودرتي هكا ديما كتجيك ديك الطبويطه في الجناب كيبين لك هاكا فهمتي كيفاش الا دخلتي بجوج ودرتي ليها مثلا 35 ها ما باش نبدا نخربق انا في سمو الا درتيها ليها غادي تجيك هذيك الكريشه في التحت وهذا المشكل هذا كيوقع ديما للبنات اللي عندهم من التحت كبر من يعني من التحت كثير صافي الصدى نعم ما عندهاش صدر وعندها الكرش ما عندهاش الصدر وما عندهاش الكرش عندها ملي كتعندهاش الصدر ملي كتاخدي العبار راه كتاخدي على الكرش ولا كديري واحد الحاجه كتهبطي ليها من الصدر من الصدر من التركيز من الصدر من التركيز كتهبطي واحد شويه بديك 3 سنتيم وكتخرجي مباشره للتحت يعني غتسكري وصدر ديري الايفازمون من التحت كبير شويه 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 كديري ديك 50 كديري ديك 50 مثلا الكليانه سواء عندها الصدر ولا سواء عندها ولا ما عندهاش من اي كليانه عندها الكرش كبيره ما تدخليش ليها هنايا صافي كتخدمي ليها كتهبطي ليها بواحد شويه واحد شويه ديك 3 سنتيم وكتمشي ليها مباشره لعند العرض ديال التحت ولكن جليل القليله القليله تكون فيه واحد 50 هادي 50 45 لا 45 ما غاديش يبان لك داك اسمو صافي حنا هادي فينا وحوضها ها هو عطانا 33 المهم غادي نزيد ليها واحد شويه وغادي نمشي ها بحال هكذا صافي واه كبيره
تي راه كلشي المغرب يجيب خبارك اش كتبيعي بشي صافي ولكن يلا في العبار فاش كنشدوا العبار الا شدينا ليها العبار ديال الصدر ايوا ما شديناش لها العبار ديال لا ضروري حيت كتشدي العبار ديالو لا ديال الكرش حيت حنا ما كنشدوش نورمال ماشي لا شوفي فيا ملي كتكون الكليانه عندها الكرش شوفي فيا ملي كتكون الكليانه عند اصلا اللي عندها الكرش راه كتكون كرش راه محافظه كتكون مدليه ليها كتقد ليها مع الله واش فهمتي كيفاش منين كتبغي تحطي يديك ما كتحطيهاش ليها لتحت كتحطيها ليها هنا فوق من كرشها واش فهمتي ملي كتكون كليانه عندها الكرش شكون عندها في الكرش نتوما فيكم كلشي عندها في الكرش ملي كتكون كليانه لا بقيت سميتي ملي كتكون كليانه عندها الكرش ما كنعبرش ليها عند الحوض كنعبر عند الحوض شوفوا فيا كنعبر عند الحوض وكندير ليها ها كندير هكذا يعني كنشد ليها العبر ديالها سمو حيت الا جيتي ديري ليها غير هكذا وتشدي لها غير العبر ديال التحت اوتوماتيكمون ملي غادي تلبس غادي تزير وقعتي تزير ليها جهه الكرش وحاجه اخرى عاوتاني هذه القضيه اللي قلتي دابا ديال كنهبط من هنايا ب 3 سنتيم راه ضروري كنحط ليها حوضها كنحط ليها حوضها ياك باش كنعرف لا نصدق داخله ليها على الحوض ديالها خاصه ملي يكون عندي الارض قليل لو كما قلتي الكليانه اللي كيكون عندها الكرش ضروري كديري الايفازمون كبيره لتحت كتكون كبيره لتحت هي كتكون اقل من 50 ما غاتجيش ما غاديتجيش صافي البنات رجعوا استاذه ملي كتعبري ليها الدور ديال الحوض كديري 4 سنتيمتر كديري لها فوق يدها ضروري اليد شتي اليد هذه هذه ما بقاش تهضروا لي عليها اكيد هذه راه قاعده ديما انا اليد كتخدمي بها الا ما خدمتيش اليد كديري عاد كديري ضروري اليد دور 4 الصباع حيت الخياطه اش كيديروا الخياطه ما كيجوش يحطوا العبار مباشره على الثوب راه كيزيدوا 10 سنتيم ولا 6 سنتيم حنا ديك 10 6 حنا راه زايدينها لراسنا كيبان لك ها كتسمعي يلا صافي البنات غادي نعبر الطول ديال الكليانه شدينا غنعبر الطول عندها عندها 140 جيبي معلم الماكينه استاذ وي عندها 140 غنخدم ليها ب 142 صافي ها 142 شوفوا البنات اش غندير سبعه ها هي راه مركه عليها بيديها راه شادها ها شحال قلنا 142 ها من هنا راه ها هي 142 غادي نبقى ها ها هي غادا وكتطلع شتيها شتي ها هادشي خصو يتقطع اش كنقول لكم انا ديما بشحال كنقول لكم طلعوا هنايا شحال طالعين هنا 10 علاش شحال درنا في الايفاز في العرض 52 باش ما كان هنا عريض باش ما طلع كثيره بزاف صافي انا ما عنديش ليها صراحه هذا العرض كاملو حيجيها كثير بزاف عندها هنايا 47 50 صافي هي هادي صافي وغنجي من هاد النقطه هادي هاد النقطه ديال الحوض وغادي نديها لعند الجلاب مزيان يلا قص ضروري كلشي كنعبر نفس الطريقه لا للعصريره للبلدي لا البنت الصغيره لا البنت اللي كترضع لا كلشي كنخدم بنفس الطريقه هي الفرق ما بين الكبار والصغار الهضره ديال الصغار ملي يكون صغيورين ديك اللي كيرضع ولا اسمو كنديروا ليه الدين بجوجهم 10 سنين الفوق لا 10 سنين الفوق كتخدمي بحالنا بحالهم ملي كتكون البنيه صغيوره صغيوره كديري ليها يديها بجوج بحال دوك اللي كيرضعوا 5 شهور عام عامين 3 سنين 4 سنين كديري ديال بجوج كتفوت البنت 7 سنين 8 سنين كتحيدي لها اليد وكتخدمي لها بحالنا بحالهم وحاجه اخرى ملي كتكون البنات البنيه صغيوره دائما اختاروا لهم الموديلات اللي غيجيو معاهم بحال مثلا الموديل ديال القطعه والحزام فهمتوا كيفاش الموديل ديال القطعه والحزام حتى الا كانت عريضه الفرافير الا كانت عريضه راه كدير لها الحزام كتزيري ليها من اللور صافي وبالنسبه للكول ما عمر الولد البنت الصغيره كنديروا ليها الكول الكول دايم ضروري الفتحه في الدار ضروري الفتحه في الدار مزيان يلا غادي نقطعو بسم الله قبل ما تقطعي اشنو قلت لكم المهم انا ما غنحركش شوفي غادي نكتب غادي نمشي تما وغنكتب المداوله ما نطلق
تحرقش هذا حتى نشدو بالفنين. نعم سير. ايه شحال زوين تسكتو الشعيبيات. قلبي على الزياصه اللي عاود يجيو يتعلموا عندي. والله الا الزياصه اللي فهموا اكثر منكم. زينتك اش هو دي الزياصه المساكن راه الا بداو يهضروا اكثر منكم. والله انت تهربي وتخليو يسكتوا في الكافيه. ها با ها با سيري الدنيا الدرهم ديالك غادي نتي ساعه. كانت معايا شوفوا قرات معايا واحد السيده مسكينه ما كتسمعش المهم ما كتسمعش وما كتهضرش ما شاء الله راه هي تبارك الله دابا راه دايره المحل تاع الحلاقه فين صبره كامله كتمشي عندها. كانت صاحبتي عزيزه عليا كنت كنتفاهم انا وياها انا الوحيده اللي كنفهمها. كيفاش ما عرفتش. يلا البنات شوفوا هذا هو الظهر ديالنا. هنا شنو في الصنه؟ في الصنه الفوق والتحت في الصنه التحت وهنا في الصنه الجلال. دابا غنقلبوا وشوفوا البنات عقلوا ليا اش كان هنا فوق اش كان هنا تحت. ريلي يا توبي حيدي هذيك الحشره. ريلي يا الكري حيد ريلي يا الكري. فين الكري؟ فين الطباشير؟ مشاو ثلاثة فين الطباشير؟ شويك مطحون. جري جري داك المجري ديالها اسمو كان هنا كان هنا لتحت اش غنكتب؟ انا في 4000 لا حاليا انا ضرباني بهذا ماشي انا الفوق اش كان هنا اش في السنة لتحت غنكتب الفوق العكس وغنجي لهنا اش غنكتب؟ لتحت هكذاك دابا العكس صافي في هاد الجهة اللي فصلت كان عندي الجلال كان عندي الفوق ياك كان عندي لتحت كتبت هنا الفوق والجهه الاخرى اللي هنايا كان عندي الفوق كتبت لتحت اش غندير دابا غنشد التوب عادي وغادي نقلبو. اصلا هو التوب هذا تبارك الله يعني راه شايط غير وكان بيت نقتصدو ما تعرفي تكون عند السيده شي بنت صغيره ولا ما تعرفي غادي نخدم البنات على الوجه باش ما نديرش خدمه معوده. غادي نتني شحال 56 زائد 6 يعني 56 غنقد هنا ونقد عليه تما 56 غنقدر نقص في العرض 56 هاهي اصلا داك العرض جاني بحال كثير مع الثوب واقف هاد البنات هادي ديال التحت والفوق راه زوينه غنفيكم بزاف كون ما درتوش غادي نتخربقوا صافي مزيان حطي حاجه اخرى تما هكذاك اش عندي هنا فوق واش عندي هنا مكتوب تحت غادي نجي لهنا وغنطرسي 6 سنتيم هاي الظهر درتي 50 ولا 52 درت 50 انا نقصت كان دار 52 انا نقصت ونقدر دابا ملي نفصل نقدر نقص منهم بجوجهم كنشد كنطراسي 6 سنتيم من الفوق حتى لتحت ها هي صافي هاد الفوق والتحت اشنو هو الدور ديالها ملي غنبي نحط ياك غندير العكس غادي ندير العكس ديال هذا هذا في الاول كي كنفصل عقلتو عليه كنفصل بحال هكذا كنفصل هكذا ها هو دابا حنا كتبان الفوق هو ملي فصلنا الظهر درنا لتحت الا فصلتو بحال هكذا الا فصلتو بحال هكا راه الثوب ما غاديش يبقى ليا تما مزيان اش غندير غندير العكس غادي نجي لهنايا وغادي نحط هاد فوق هاد الظهر غنحطو على هاد 6 سنتيم بالضبط مزيان هاد الطريقه كنفصلو بها الكيجامات الطريقه هادي الا ما عندكش الثوب بزاف الا عندك مثلا غير 2 متر و 30 كديرها في البيجامه كيشيط الثوب بزاف غير هي جيب بي جوجونس لا بحال مثلا كيجيبوا لك من الحفاص يقول لك قسميها على جوج ودرينا جوج بيجامات انا كنخدم بالطريقه وريتكم داك العام كنخرج
ديك ديالها سميريا ما كتعطيش العرض بزاف سي تحت ديك الكيزنوش كتعطيك 40 لا غنحيد الفنيته صافي البنات مزيان غادي نحيدو الفنيت صافي وغادي نقطع هو هذاك طلع واحد شويه حطيت الظهر ديالي على ديك 6 سنتيم اللي حيديت حيدها فيها حيديت حطيت الظهر ديالي على ديك 6 سنتيم اللي ها لا يخليها مزيانه البنات واضح غنقطع غنقطع بحالو خو يخليها انا ما يزلقش حيت مكيكس يا بالحجر شتا البنات شحال زوين هاد الحجيرات شكون اللي جابته شكرا 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 حيدي الفنيته هاد الحجره الا شتوها شحال ديال الطريق ضربات باش توصلني جات من التشايره هزاها مسكينه من الدم ضربات فيها كيلومتر ونص مكاينش من التشايره ماشي نمشي انا بعدا لا اللي تشدات اللي تشدات كتشفر لا يا خيتي كتشفر الدولا اللي تشدات ما شغليش فيكم ما نعقلش عليها غير دورو دورو على السكوتش غتمشي عند هذوك اللي كيقادو التوتوار تقول لهم بعتي لي واحد جوج حجرات هاي شكفي كيقول لك اش بيتيهم قلت بيهم شي واحد ولا يتباع فين كان عند جد اللي كيبيع صحابين واش ديال الدولة هادو لا لا سدي كوبي ديال ماشي ديال الدولة ديال الشهاد شحال لي يلا وتاع الشركة هذاك الشراء ديالنا كلشي منا اللي بغا يغ راه كيمشي يشري لا لا ايوا لي الدولة ديالنا كلشي ديالنا كلشي ديالك يلا البنات غنحيد الفنيت صافي غادي نهز غنطراسي غنكمل هاد 6 سنتيم غادي نهز الظهر لا صافي هزو الظهر البنات شدوا هاد الظهر البارحه واحد السيده مسكينه في الدار شدات شدات البينوار شاريه البينوار غالي كتو وشدات الامام وفصلها في الجيب ما كتلفي بعض الخطوات الا كخص لي كتحطي شوب هكا انا وقعت شديت الدار وفصلت فيه ملي جيت بيت الخيال ما لقيتش الدار شدات هي الامام واحد الطرف واحد صافي البنات هنا راه عيب خيط اش غندير دابا غادي نهبط 10 سنتيم ها هي وغادي نقور مزيان وغادي نجي لهاد التركيز هذا غندخل غنقسم على جوج وغندخل بواحد وغادي نحفر صافي يلا شوفوا هنا كيفاش غنقطعوا ها النص ديالها صافي وغنقوس مزيان الا قطعتو من هنايا ملي كتبي تنعسيها كيجيك كيجيك شويه ديال الخس هادي اللي خصني كي غندير تندور ليها عندكم البنات ملي تقطعو التركيز لا يكون الفوقاني خارج على التحتاني دائما ردي البال شوف هذا راه يتحركي واحد شوي انا راه واخا نقص ما كيقطعش ليا مسموع راه في السورجي كان كنغراطي مزيان مزيان يلا غادي ندوزو للخياطه الخياطه البنات شوفوا هذا الوجه حبيت نخيط لكم في الماكينه ولكن تبارك الله كثار ما شي غيشوف شي ما غيشوفش ما تضروش ليا على الماكينه كاملة المهم كيتخيط على الوجه على الوجه ها كنخيط من الفوق حتى لتحت صافي شوفوا
كتشوفوها ملي تكونوا كتخيطوا هادي ردوا معاها البال ياك، ملي تكونوا كتخيطوها ردوا معاها البال. علاش؟ باش ماشي تجي تا لهنا ودي ليك هكا وتخصك ياك، عندك دير هكا وتخصك. لا خص يكون قاد، تكون قاده مادام بانه الطول. ومني كنبغي نخيطها راه كنشد هنا بالفنيت هو الاول، صافي هنا هو الاول كيشد بالفنيت. علاش؟ باش ما يهربش ليك الثوب وتجيكي خاسره. ضروري كنشد التركي. شوف البنات مني كنبغي نخيطها كندورها كمله بالفنيت، راه الا هرب ليك التحتاني انت راه كيبان ليك الكريم من الفوق، ولكن راه التحتاني يقدر يكون هربان، خاصه هاد الثوب هذا ديال الفلفات ما شريتش عليه ب 700 زعما يمكن يعني ما لا لا صعيبه. اول حاجه كتحكي هذه هي الاولى صافي، وكتحلي البياسه ديالك بحال هكذا. اش كديري؟ كتشدي هنا هذه البلاصه هذه وكتعلميها هكذا وكتجيبيها بحال هكذا. عاوني ماليا شوفي النص، شدي النص ديال تما ياك. كنجيب هاد النقطة هاد النص هكذا وغنخيطو هو الأول، كتشيكسا كتخيط مزيان خيطي تما. مني كديها المول المصبانة كيصلح عليك على هاد الشكل. شتو كتصلح هي الأولى عاد كتصلح تسلونا بشحال عطاتنا؟ شنو؟ ها؟ أه كتصلح. شتو البنات عطاتنا 6 سنتيم، هاد دابا هي محطوطاش هادي هكدا. شحال خلينا فيها؟ 6 غتعطيني 6، خلينا 6 غتعطيني 6. صافي الموديل اللي درنا البارح الزرق انا درنا 3 نورمالمون خص يكون 6، داكشي علاش شاط لينا في الجناب. غادي تجي غتجي بريير هي غتجي صغيوره، غتجي زبيونه غتجي صغيره. صافي البنات هذا هو الموديل ديالنا. منين كتبي ديه المول المصبانه شديه هكا بالفنيته اي فيكسيو صافي. باش تعاوني مول المصبانه وصافي منين يبي باش يصلح عليك مقاده، يصلحوا لك يصلح لك البياسه مقاده صافي. وكنحط فوق منه كنبلاكي فوق منه الصدايف. هذا الموديل هذا كيبوت بلاكه والصدايف عليه من الفوق حتى لتحت مزيان هكذا. غنكملوا التركيز، نكملوا الموديل غادي نجي للتركيز. عطاتني 33 غنخدم 32 صافي. ها هو هذا راه شايط ليا الثوب حيت 3 متر وما كانش 3 متر غادي يبان لكم شحال يبان لكم شحال ديال الثوب. غير وكنكون في السطو بالطريقه العاديه راه غيبان لك الفرق. غادي نشوف انا الثوب اللي يعني الحاجه اللي اكثر اقتصادا. باش نمشي في نفس الصوص باش فصلت البياسه يا اما ندير هكا ولا ندير هكا ماشي مشكل. ملي كيكون عندك الثوبه البنات ما مزوقش طوي هكا طوي هكا ما عندكش مشكل، ولكن الا كان الزواق لا الا كان الزواق كيحكم عليك. المهم الا تني الثوب هكذا راه ما يعطينيش لكمان يعني مزيان هاكا. كنطول كنشوف الثوب واش ناقص ولا ما ناقصش. هاني كاع كتبقاي تقلبي في الثوب حتى كطيحي على العبار اللي انتي باغا. كنحاول نقلب على البلاصه العريضه باش ندير فيها التركيز. عندي كاري هي فنيتات وجاب انت بيتي تحير شحال من مره زيدينا
غير سلطي الثوب عوج ملي كتلبسوا الكريانه كيولي يدير هو دو البال كيولي دور ريها في يديها كيولي الكون كيدير هاه غير بوحدو هو دابا قديتو مادام تقد هنا يعني راه حتى الجنب غير طراس لا ما يمكنش هنا يكون ديكالاج هنا مقاد ها في كاين ديكالاج خصنا نقادو ها هكا دابا غنتنو شويه بحال هكا غنمس هاد البلاصه واش مقاده على الله يعطيني هنايا العبار ديالي شحال عندها غادي نجر لا لا هو كاين هو لا كاين ماشي مشكله هو هنا شتي خصني نلقى هنايا هنا خصني نلقى شحال قلنا 32 ياك 32 هايا غنحط 32 ديالي صافي ها 32 غنقسمها على زوج ها هي مزيان غنقسم الفوق على زوج غنقسم التحت على زوج هاد الفوق كنطلع بواحد عندك راه الا هرب من هنا سير كنطلع بواحد ولتحت كننزل بواحد وغادي نقوص صافي البنات غادي نهبط طول الكود عندها 30 انا بغي ندير لها هنا لاستيك شحال عندها تما في طول دورات الكود عندها 42 يعني نخدم لها بواحد وعشرين نحط لها 21 ديالها ها هي اه ماشي سته كامله نقدر ندير فيها اقل من سته المهم ها 21 ديالها شحال عندها في الطول عندها 60 ها 60 ديالها ها هي صافي هكذاك عندي لها هنايا 15 ها هي نقدر نكون انا اصلا شتي راه كنشدوها في تل هنا فهمتي لا العرض ديال السيم العرض ها هو العرض غندي لها هذا العرض كامل غادي ندي هذه النقطه اللي عند هذه لكن يمكن هنا ما كاينش ماشي مشكل اي صبر صبر مزيان صافي سلا هنا تقريبا واحد ثلاثة مزيان مزيان ها هو اللي عنده باب واحد الله يحلو عليه الله يحلو عليه شوف البنات غنزيد لها هنا واحد شويه حيت انا ضيجه انا اصلا كناخذ العبار شويه وافي غير بالنسبه لكم نتوما دابا الا شديتي العبار مازال اكلا كلشي كلكم شدوا العبار حتى لهنايا صافي العرض هنا راه كنا بغينا نزيدو كثر ولكن الثوب واقف سلاي واحد شويه وعلى حساب عاوتاني باش يقدنا الثوب ايوا غنضرب لاستيك فيها كتزيدي شوفي فيا الا عندك ثوب بلاستيك كتزيدي في دورات دورات الدراع وكتزيدي في الطول لكم وكتزيدي في دورات اليد دورات اليد الدراع هنا 15 هنا راه درنا لها تقريبا شي 19 شحال درنا تما 19 20 كاع انا دابا راه حاكم عينيك تشوف حيت قصر حيت صغير شتو هاك جات تحت عليك مات فين هو شفتي تستغلي تستغلي الدار فين هنا الشاطيه راه هو هذا لي شاط هذا هو لي شاط ما شاط والو البي غنخرج البي صافي على السلامه خرجنا لكم بري هذا بقى لي هذا راه شاط هذا كامل ولكن راه ما فيه لا عرض لا فهمتي شوفي هذوك اللي تحت نعم الشاط هذا لا جوجونس الا كانت كليانه ما غليضاش بزاف
هذه راه عندها الحوض وعندها عندها يلا البنات بالنسبه لي غنخرجوا من هنايا الا جاني صغير غادي نفصلوا عاوتاني شويه كبير حبيبه لا الطرف هذا غنفصلوا فيه البي صافي شويه عليك تعرفي تمشي في الماكينه بعدا علي شوفي البي البي راه فيه الخدمه شويه صافي البنات غادي نقطع شوفي يكون ضايق ما كنشدوش اصلا الدوره ديال العمل لا لا بلا دورات العمل لا دورات العمل ديالي يكون طويل وصافي وغادي نعبر عايشه تلات غتقطعيه عبري 4 سنتيم ولا 3.5 ولا الصراحه هي كنديروها بلا بعض المهم ربعي عبري 4 سنتيم ضيق ديالي طويل صافي غير هو كيتفصل ضيق غادي نجيو كنعبر 4 سنتيم كنديرها ضيق مزيان هاكاك قالي لي داكشي اللي فصلت قبل ما توصلي لهاد ديالك هذا هو الموديل ديالنا ياك اش كندير الا بيت المونطي اول حاجه كنديرها كنقاد هذا البي هو الاول كنقاد هذيك الاسماء البانضه هي الاولى ثاني حاجه كنجي الوجه ها الوجه وكنحط الرليا الوجه على الوجه وانت هي شوف خلينا هنا لا يوتيوب شوف علينا كنحط شوف كنحط الوجه مع الوجه سولتيني قبيله قلتي لي علاش ما نخيط التركيز الجناب الكتاف غادي دابا كيولوا عندي جوج طروفه ولا عندك الامام والخلف ولا عندك الامام والخلف هاديك صعيبه والو كتشدي الامام كتشدي الاثنين من الجناب وكتخيطي شوف البنات كنحل البياسه ديالي بحال هكذا ياك بحال هكذا وكنكمامي كمام وكنحط الكميمات بالنسبه للكمام كتحددي المنتصف شوفوا هنا كتحددي المنتصف ها هو المنتصف الا ما كان عندك لا بليت لا حتى حاجه كتخدمي بهذا الشكل هذا كنحط النص هنايا صافي وكنخيط واحد شويه ها واحد شويه تقريبا تقدر سنتيم هكا ولا ثلاثه وكنحبس واش كنجي كنجي وكنعبر كنعبر تركيزي وكنشوف شكون اللي كبير واش غالبا الكم هو اللي كيكون كبير الا كان قدو راه كنخيط هذا راه قدو شفتو ها هذا راه قدو غادي نجي هذا دابا راه امام غنجي للظهر شوفوا الظهر ها ملي غنجي للظهر غنلقاه زايد واحد شويه شفتو ها هو زايد هاد سنتيم اش كندير ليه كندير ليه بحال هكذا وكنبدا كندفع في الماكينه كندفع في الماكينه اش كندفع كندفع الفوقاني يا اما اما كيجيك الفوق ولا كيجيك لتحت كتبقى كتخيطي هذا كتجريه وهذا كتبدي تخيطي وكتدفعيه هذا هو التشراب صافي وكيجي مقد مع الكم الكم هذا الشيء تشوفوه وتخدموه اما باش تخدميه غير هكا راه ما يمكنش نعم انا ديري فيها شي 4000 ونحط لك فيها شي شريك صافي يلا الله يعاونكم السلام عليكم طلبتها رخيصه 4000 ايه كانت ترشا رخيصه ما قلت 20 ما قلت 30 ما قلت ها شو على والو مزيان هاني لصقت التركيز التركيزات تركز اش كنجي كنجي وكنقاد البياسه بحال هكذا وكنجي للاسفل ياك كنخيط فيه حتى هو واحد المسافه قليله لاسيك هو الاخر كاع كنديرو البي حتى هو الاخر البي هو الاخر زعما راه غنعزلو لكم الا لا الاخر شوفوا البنات غادي نخيط واحد المسافه وغنحبس وكنجي وكنقاد التركيزي مع خو صافي
ضروري البنات هاد المرحله هادي. بصح ما يجيبش ميجي. لا ما يجيش ما يجيش هربان، الا جا هربان كلشي غيجي هربان. هاني وصلت لهنا اش كندير؟ كنجي عاوتاني وكنخيط واحد المسافه تقريبا تقريبا ديك 15 20. راه كاين شي اغلاط كيديروهم البنات وما داك الصدى مسكينه. شوفوا ها كنجي حتى لهنا وكنحبس اش كندير؟ وكنجي لتحت ديال البياسه فيدي كنجي لتحت ديال البياسه وكندير بحال هكذا. شوف كندير هكا وكنشد وكنجر وكنجر وانا خدامه تحت الماكينه ها وكندير ها ياك كتولي دايره بحال شي خطوبه. هنا راه ما كنتلقوش انا تحت الماكينه هذه ما كنتلقاش باش ما يهربش ليا. الا مشى ملي كنا كنتعلموا كانوا ديما كي البنات كيشد لهم بحال هكا كيقطعوا. لا 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 شتي الا درتي شوفي ها شوفي ها كندير التركيز مع التركيز. هادو راه تفصلوا قد قد غير كنفوت التركيز واحد شويه كنفوت التركيز واحد شويه كنجي لتحت كنشدو. علاش كيجي ديكالي؟ اول حاجه كيكون مثلا السورجي السورجي بعد مرات السورجي كتجري الثوب مع ديك الدوره كيتيره ياك. بعد مرات كاينه الماكينه اللي كتجر لينا الثوب كتجر الثوب. انا ماكينتي ما كتجرش الثوب ولكن ولفت هذه الطريقه هذه كنخدم بها. المهم كنحيد واحد شويه كنجي لهنا وكندير ديك ديالها وكنبقى خدامه ها كنشد هنا وكنشد هنا وكنعطي الماكينه وكنعاونها كنخيط ليا الماكينه. وهنا راه شوف بحال عادي دابا راه واخا تقول لي تلقي راه ما بقاتش نطلقو لا ولفتي صافي واحد الحاجه عندك. انا هذه القضيه عندك الخيوط دابا انا بياسي راه ملي كنطلق البياسه كنطلقها قليلي كيكون فيها شي خيط خارج ولا راه تلاحظوها في فيديو كنخدم وكنقطع كنخدم وكنقطع. علاش ما تعلمتي شتي؟ لا دابا مثلا انا جيت لعندك قلت لك بداي فيني البياسه في الاول وانت ولفتي تخليها بالخيوط والله واخا تجيك ثقيله. لا ما يمكنش من الاول خدمي وقطعي تجيك خدمه سهله. من الاول خدمي وقطعي صافي ها هي البياسه طمونطا. اش بقى لي دابا؟ بقات لي ديك الجهه الاخرى. بالنسبه للخونا البنات هذا راه ان شاء الله راه ساهل غير هذا نخلوه حتى تشوفوه مباشره وتشوفوه في الماكينه وكل وحده تخدم. اش وريني كيفاش هادي غنشدو غنقطعها غادي نخيطها ملي غنخيطها غنقطعها وغادي نخيطها عادي عادي ما كان سقط هنا الثوبيه ما فكرت انا كنت غنقول هذيك الساعه. لا لا بالعكس قول هذيك الساعه. شوفي ها عندكم ديروا لي هكا ولا ولا دابا ملي غنتخيط غي انا حيت مازال ما قديتهاش ما بيش نقطع ملي غتخيطي غتقطعيه على الحافه صافي غتخدمي بيك عادي صافي البنات.